مرتضى الكشميري يحدثنا عن فضله العميم، لأنه هو الذي ينهب أموال الخمس ومع ذلك فهو متفضل على الشيعة. من طيح الله حظ الشيعة. اعرضوا لنا الفيديو. أما أجي أنه أجي أقول يا تعالي الذي عنده خمس، أو أتحدث عن مسألة الخمس، حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس. وقضية الخمس هي مسألة في الحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفتي وكيلا معتمدا للسيد، أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا في الحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن عليه، المرجعية تمن عليه بأنه رفعت عنه التكليف. أي تكليف رفعته عن؟ أساساً هو هذا التكليف أنتم اصطنعتموه للشيعة، يا كذابون. أي تكليف رفع عن هذا الشيعي؟ التكليف رفعه إمام زماننا، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. أما والد زوجتك السيستاني الحرامي اللص، هذا هو الذي وضع التكليف على الشيعة كي يسرق أموالهم، وأنت طرطور كما يقول إياد جمال الدين، وعاهر كما يقول أخوك حسن الكشميري. فمن أين صار لك الفضل ولك المنة على الشيعة يا أيها الحرامي؟ هذا هو واقع المرجعية السيستانية الرشيدة. شو تقول يا بقر الإيرواني أبو صادق حبيبي؟ شو تقول؟ طلعونا هذا المعمم مثال من أمثلة التثويل الديني. الإمام حق السادة للسادة، سادة هم مالتهم وهم ياخذون كيفهم، شنو علاقة؟ جدهم علي بن ابي طالب، قابل جدي علي بن ابي طالب، هم حقهم، جزهم حقيقة يعني جدهم بالنتيجة من اولاد علي وفاطمة، انتهى الموضوع الهم. شو يسوون بي؟ ما لنا علاقة بعد احنا، مثل ما الدواعي يقول شيخنا اني انطي للسيد وراكب سيارة، وش لي علاقة اني؟ السيد ياخذه يشتري بيه سيارة، يروح ياكل بيه، يشتري عسى ما برج، شو العلاقة؟ اني ابري ذمتي، السيد بالنتيجة إذا ما محتاج هذا هو والله، ما لنا علاقة احنا بالقضية. ملتفت؟ ما لنا علاقة بيه. هو يريد يركب بسياره زينه طبعا، يعني شو نصور؟ يعني تتوقع بين السيد الشركه؟ او عاده مثلا توقع مثل رجل الدين لابد بانه يرجع 30 سنه لورا ليشعر. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين امنوا. اذا الذين امنوا ما يركبون سيارات زينه، اذا الذين امنوا ما يقعدون ببيوت فخمه، منو يعني الذين كفروا؟ مفروض اني اعطيهم حقهم وما لي علاقة أجي أتفلسف ليش أنطيهم؟ الله قال شو العلاقة؟ أنطيهم إياه يذبوه يحرقوه يأكلوه، شو العلاقة؟ وحق الإمام تأخذ إذن من المرجع أنت تتصرف فيه، ماكو مانع. لا أريد أن أعلق على هذا التسفيه وهذا التثويل، هكذا يضحكون عليكم. أترك الأمر إليكم، أنتم علقوا على الذي شاهدتموه واستمعتم إليه، لكنني أضعه أمام باقر الإيرواني. حامد الخفاف ناطق من الناطقين عن السيستاني يحدثنا عن مصارف الخمس عند السيستاني، لص ويأمر بصرفها على اللصوص. الفيديو الأول. سماحة السيد، من اليوم أيضا فيك أرجع إلى كتاب النصوص، لو كان بين يدي كنت أقرأ لكم النصوص. السيد صرف من الحقوق أوصى وكلاء ومعتمديه،
أن يصرفوا في المناطق المشتركة مثل البصرة اللي الشيعة فيها أكثرية، إذا الدولة ما تأمن حماية إلى علماء إخواننا أهل السنة، أصرفوا من الحقوق الشرعية أجازهم، خلوا حماية لحماية الشيخ الفلاني. هذا حدث في العراق. وإلى الفيديو الثاني. قبل أكثر من سنتين اجتاح العنف الطائفي العراقي، ولم يسلموا كلام المعتمدوا المرجعية الدينية في أغلب المحافظات من عمليات الاغتيال. في تلك الفترة قمت بزيارة مدينة النجف الأشرف. ذات يوم دخلت على سماحة السيد السيستاني دامغان، فرأيت الإزعاج ناديا على معياه. سألته عن السبب، فأجابني: أبلغت أن شيخا معروفا بالاعتدال والصلاح من إخواننا أهل السنة قد اغتيل في منطقة الزبير في البصرة، وقد كنت قد أوصيت وكيلنا هناك في منطقة الزبير الشيخ محمد فلك بأن يحرص على حمايته من أي سوء، وأجزت له أن يصرف على حمايته من الحقوق الشرعية، ولكننا للأسف الشديد لم ننجح في دفع المحظور. لا يحتاج كلامه إلى تعليق،